عمان. بشكرك يا أمل، بشكرك شكرا جزيلا. أمل طلعت. ماجد سعد معانا من ألمانيا. أستاذ ماجد مساء الخير. مساء النور يا أستاذة عزة، أهلا ازي حضرتك؟ بحضرتك، أهلا وتحياتي بيك للمصريين كلهم في الداخل والخارج. والله، وتحياتي احنا يعني انا كمان لكل المصريين في كل الخارج، وطبعا الداخل وتحديدا في المانيا بما ان انت معايا على التليفون. طمني الوضع عندك في المانيا ايه؟ الوضع جميل جدا النهارده بصراحة، نفسي اتفتحت. نعم. لما شفت النماذج المشرفة اللي أنا شفتها النهارده، أنا ببقى متواجد كل يوم من الساعة 9 إلا ربع قبل ما القنصلية العامة بمدينة فرانكفورت تفتح، ببقى اي حريص ان انا قبلها بشوية موجود. اي النهاردة كان الحمد لله عدد الناخبين اكتر، بس نوعية برضو عدد الناخبين بتبقى مهمة لما طبعا. نلاقي اللي هم العمود الفقري بقى لمصر، اي السيدة المصرية الله والشباب والشابات. الله. النهاردة يعني بالصدفة البحتة، بالصدفة البحتة، بنتين داخلين ينتخبوا، فبتعرف عليهم كمندوب موجود داخل نعم اللجنه، نعم فبتقول لي ده انا حريص على ان انا اجي، وجايه من 450 كيلو متر يا بالقطر وبعد الله. كده بالمواصلات الداخليه. عرفت بعد كده مين هي يا فندم، عرفت انها هانيه عصام حموده، لاعبه المنتخب القومي لكره القدم اللي بتلعب الله باسم يا مصر، هانية، بشكرك وبتوريني التيشيرت وموفقة. بتاعها. قلت لها انا مش مصدق نفسي وفرحان، وجايه هي عظمة. وصاحبتها وزميلتها معاها أي وواخده المشوار ده كله. وفعلا اما شفت الشابه والبنت المصريه، فعلا الواحد فخور بيها، فخور صحيح. بكل سيدات مصر. وغير هانيه لقيت مجموعه من البنات الصغيرين في العشرينات أي كلهم جايين، وكلهم من بعيد كده، اول ما بيلاقوا حد واقف قدام القنصليه، بالرغم طبعا احنا طبعا. عندنا ماينس 6، أي لكن يا كلهم اول ما بيشوفوا العلم المصري على طول ليه بتطلع منهم سحره. تلقائيا صحيح. تحيا مصر. تحيا مصر، ليه سحره. ده تحيا كان مصر دايما النهارده، دايما. والسيده تحيا مصر المصريه استاذ اتفضل ماجد، دايما يا بشكرك فندم. كل واسمحي لي معلش تحياتي. حاجه اخيره قلت برضو هظهرها في الاعلام، ها عائله مصريه، سيده برضو مصريه جايه مفصله لبسها علم مصر، قلت علم مصر. مفصله مصروم، الله وجايه الله. ينتخب بيه، وجايبه ولادها معاها، وبتفهم ولادها من دلوقتي، وده المهم، وهي دي الرساله، اهميه أهمية الانتخابات. الانتخابات. بشكرك أستاذ ماجد سعد، وبشكر كل المصريين في الخارج على المجهود رغم درجات الحرارة اللي معظم أوروبا